كان شغلي كموهبة كتباية وقت فراغ، ولكن حاليا من 3 سنوات بسبب سوء الاقتصاد في غزة والوضع الاقتصادي السيء، وحاليا كمان انه انا بسبب الكورونا اللي صارت ومن سنة او اكثر من سنة، فهو هذا مشروعي حاليا هو اللي بدخل علينا، اللي هو مصدر الدخل لإلنا. بنعملهم فوانيس بنوصلها لبيت الناس كلها، شغلي اونلاين بكون على النت. السنه هاي اختلف الموضوع معي، صرت اعطي للمحلات، اوزع على المحلات. كله بتيجي بقول لك بدي فانوس عشان ازين بيتي في لشهر الفضيل، مش طبيعيه بتكون عند الناس. شيء مخيف سبحان الله يعني. يعني رمضان له بهجه خاصه عند الناس، الفانوس يوحي انه دخل رمضان. بلشت شغل رمضان من شهر 12، عملت السنة بيقارب من 300 ل 400 فانوس. طبعا شغلهم متعب مرهق، شغل كثير متعب. الفوانيس بتبلش اسعارها من 30 فما فوق حسب الاحجام.